أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قل بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسعة
الذين صبروا على ربهم يتوكلون لا تحمل رزقها الله
الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم. ليقولن الله فأنى يؤفكون. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة أستاذنا القارئ الشيخ كرم رجب بديري، قارئ الشهير والمعروف بجمهورية مصر العربية، مقيم المعروف شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، مقابر الصوت الإنارة كهربائية ومعرض فني، إدارة الباشمهندس عبود أبو شارف مقيم المعروف بهذه البلدة،